سلام، كيف في الاخبار؟ تمام، مش عليكم الحلقه اليوم. مقطع اليوم ما احس كذا انه مقطع اساسي، بس بحكي شيء انه لازم احكي لانه صار لي قاطع كثير مره كثير. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين. من تقريبا صار لي 16 تقريبا نص شهر اوكي من اخر مقطع نزلته، اللي هو كان تقييم اعلان. شوف، انا كان براسي انه بس اخلص مونتاجه بصوره، باقي في عندي مقاطع موجودة عندي في الليستة، بس ما قدرت صراحة، والله ما قدرت أبدا. فأنا جاي أقول لكم إنه بقطع شهر، أوكي، شهر زيادة بقطع كامل عن القناة عشان أرجع، يعني مقاطع رسمية، شيء يعني مو مقاطع تسليكية أو أي مقطع بس كذا، لا برجع لكم مقاطع مضبوطة صح. بس الحين ما أقدر، الحين قاعد أشتغل مع الوالد، وإن شاء الله بعد 23 يوم من تصوير هذا المقطع تقريبا بتاريخ 1/8/2024 إن شاء الله بروح سجل في الجامعة وأضبط السيت أب وأنقل أغراض هناك، إن شاء الله يجيكم محتوى مضبوط. أوكي، فلا تنسوا الاشتراك في القناة، وصلنا لكم كامل تفني أسنب بعد صلنا النبي، والسلام عليكم.